أبرز أسباب الطلاق المتأخر بشنو؟ يعني مثلا خلينا نتكلم عن غياب الانسجام بين الزوجين لفترة طويلة، المكابرة طوال 20 سنة كانوا يكابرون مثلا من الزواج أو أكثر، غياب الانسجام بينهم. شوف على الأغلب الصبر أيضا لأجل الأبناء حتى ينتظروا لما يكبروا، ويمكن يتغير تغير الأطباع أيضا بين الزوجين مع تقدم العمر، كل واحد كان بأطباع صار بأطباع ثانية، هذيل أبرزهم أكيد. الأغلب هم أوردي كافين للطلاق، هم أوردي ما متفاهمين. أنا كان عندي كلاينت اثنين، هم زوج وزوجة عمرهم بال60 سنة. طيب هم من أول ما تزوجوا هم يعني مش ضبطين، ما متراهمين سوية يعني، وهم طول فترة حياتهم عندهم أولاد كبار وعندهم طيب. أحفاد أيه. بس هم ما يقدرون يكملون، بس يظلون يخافون. يعني أنا أدري والله انتهى الوقت وأعتذر، بس مو القادم أنه عمرك 60 سنة، البقية من عمرك راح تعيشها وحيد، والخيار أيضا أصعب من الطلاق. لا مش بس هيك، أنت بحاجة لشريك، لا شريك واحد يعرف في الحياة في هاي المرحلة. أو إحنا ليش قاعد نقول أنت أنتي ليش الاثنين الاثنين لحظة خليني أكمل لك، هذول الاثنين ترى ما طلقوا. ما أدري ما طلقوا بعدين، لا 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 كملوا، وهو تمرض مرض كلش قوي وهي ساندته ووقفت وياه. والله بنت حلال. فيعني ما طلقوا، بس ما هو يختلف من شخص لآخر. بسمة الهاشمي مدربة العلاقات الزوجية والأسرية، شكرا إن أنهيتي الفقرة بقصة سعيدة. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.